وسط أطنان من العناوين الخبرية وسيول الأخبار المتدفقة ومشاعر الخوف الناجمة عن التهديدات الإرهابية، بدأ العالم يشهد تراجعا للإرهاب حول العالم وبشكل ملحوظ في مناطق بعينها. وبحسب مجمع دراسة الإرهاب والاستجابة للإرهاب العالمي المعروفة اختصارا باسم ستارت، فإن ذروة الهجمات الإرهابية بدأت في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر في عام 2011، ومنذ عام 2002 وحتى عام 2014 تضاعفت هذه العمليات 12 مرة، كما تضاعفت أعداد القتلى أكثر من 8 مرات، في حين كانت المناطق الأكثر تضررا هي العراق وأفغانستان في الشرق الأوسط والهند وباكستان في جنوب آسيا ونيجيريا في أفريقيا جنوب الصحراء. إلا أنه ومنذ العام 2015 تبدل المشهد بشكل كبير، حيث تراجعت الهجمات الإرهابية بنسبة 11.5%، كما تراجع عدد ضحايا الإرهاب بنسبة 12.7%، وفي عام 2016 شهدت الهجمات الإرهابية تراجعا بنسبة 9.2%، في حين تراجعت أعداد الضحايا 10.2%، كما استمر التراجع في عام 2017 بنسبة 19.8% لعدد الهجمات الإرهابية و 27% لعدد ضحايا الإرهاب، في حين حل تنظيم داعش بأفرعه على رأس قائمة التنظيمات الأكثر فتكاً. أما حصيلة عام 2018 بحسب المؤشر العالمي للإرهاب فكانت حوالي 403 عمليات إرهابية نفذها تنظيم داعش، تسببت بسقوط 2786 قتيلاً في 22 دولة، في حين تسببت حركة طالبان وفرعها في باكستان ب 233 هجوماً إرهابياً أودى بحياة 1599 شخصا. ونفذت حركة بوكو حرام 108 هجمات متسببة بسقوط 986 قتيلا. أما حركة الشباب الصومالية نفذت 100 هجوم أودى بحياة 538 شخصا. أما حركة القاعدة بفروعها فنفذت 63 هجوما إرهابيا أودى بحياة 250 شخصا، في حين نفذت حركة ولاية خراسان التابعة لداعش في أفغانستان وباكستان 17 هجوما أوقع 872 قتيلا. من ناحية أخرى تشير التوقعات بأن قائمة الدول العشر الأكثر تأثرا بالنشاط الإرهابي لن تتغير خلال العام 2019، والتي شملت بحسب مؤشر الإرهاب العالمي عام 2018 العراق وأفغانستان ونيجيريا وسوريا وباكستان والصومال والهند واليمن. وتشير التوقعات إلى أن الترتيب هو الذي سيتغير داخل القائمة لتصبح أفغانستان على رأس القائمة بدلا من العراق. ويؤكد المؤشر العالمي للإرهاب لأن النشاط الإرهابي بدأ يبتعد عن منطقة الشرق الأوسط بعد القضاء على تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا، ولكنه في نفس الوقت بدأ يتجه إلى أفريقيا. وتؤكد الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإرهاب أنه يجب التركيز على المصائر التي تبدلت إلى الأبد بفعل الإرهاب، مشددة على ضرورة الالتزام بالتضامن مع ضحايا الإرهاب لمساعدتهم على التعافي والوقوف مجددا من أجل الدفاع عن الحياة التي هي حق للناس جميعاً.